السلام عليكم، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله موعدنا مع حل الاختبار اللي أنا بعته لكم على الواتس، والاختبار ده فيه بعض الأسئلة اللي ممكن تقابلنا غريبة شوية ما خدناش عليها قبل كده. يعني على سبيل المثال في الخريطة بيقول لي يدل رقم ايه على أولى الدول المنتجة للقمح، هنا مش عايزني أكتب اسم الدولة. طب احنا عارفين إن أولى الدول المنتجة للقمح هي الصين، بس هنا هو عايز يقول لي أكتب الرقم. تمام كده، يبقى هنا مش هكتب اسم الدولة، أنا هكتب اسم الرقم. أبص على الخريطة يدل رقم إيه على أولى الدول المنتجة للقمح؟ يبقى رقم واحد، يبقى أنا هكتب هنا رقم واحد. طيب يمثل الرقم إيه منطقة صحراوية بها الرعي البدائي؟ أبص على الخريطة ألاقيه رقم كام؟ رقم اتنين. يبقى يدل رقم اتنين على منطقة صحراوية بها الرعي البدائي اللي هي منطقة شبه الجزيرة العربية. نبص على رقم ثلاثة، أولى الدول في تربية الأبقار. أبص على الخريطة ألاقي إن أولى الدول، ما هنا بقى مش عايزني رقم، هنا عايزني أقول له اسم الدولة. يبقى أولى الدول في تربية الأبقار هي الهند. خليكي جنبي. تمام، يبقى أولى الدول في تربية الأبقار هي الهند. رقم أربعة، أهي أولى الدول في إنتاج النحاس هي دولة تشيلي. يبقى أولى الدول في إنتاج النحاس هي دولة تشيلي. في بعض الأولاد يا أولاد بيخطئوا ما بين أولى القارات وأولى الدول، ركز قوي هو عايز لك إيه على الخريطة. هل هو عاوز أولى القارات ولا أولى الدول؟ هنا رقم أربعة بيقول لي إيه؟ أولى الدول، يبقى أنا هكتب دولة، يبقى أنا هكتب إيه؟ دولة، اللي هي دولة تشيلي. طيب، بيقول لي بعد كده من أهم المراكز، من أهم المراكز الصناعية الحديثة. إحنا خدنا المراكز الصناعية الحديثة في شرق آسيا، في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الشمالية. نبص على الخريطة عندنا هنا كده هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في أمريكا الشمالية. طب الدولة دي تبقى دولة إيه؟ إحنا عارفين أمريكا الشمالية فيها ثلاث دول، كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. هنا مكانها إيه؟ هنا مكانها كندا. يبقى أولى أو من المراكز الصناعية الحديثة هي كندا. نيجي الرقم ستة، بيقول لي إيه؟ يدل رقم كام على أولى القارات في إنتاج الطاقة النووية؟ لما نبص على الخريطة يا أولاد هنلاقيها دي قارة إيه؟ قارة أوروبا. هل هو هنا عايز رقم ولا عايز اسم القارة؟ طالما بيقول لي يمثل الرقم يبقى هنا هتكتب الرقم بس، يبقى يمثل رقم ستة أولى القارات في إنتاج الطاقة النووية. ده مثال للي ممكن الخريطة تيجي لك بالشكل ده، لإما يدل رقم إيه على دولة أو على قارة، أو يدل أو أولى الدول في إنتاج إيه، يبقى في الحالة دي هتكتب له اسم الدولة واسم القارة. نيجي للسؤال الثاني وهو ما المقصود؟ طبعًا أنتوا كبرتوا مش هيجي لكم اكتب ما تشير، في الغالب هيجي لكم اكتب ما المقصود. ما المقصود بالزراعة الكثيفة؟ هي زراعة الأرض بشكل مكثف. تمام كده؟ زراعة الأرض بشكل مكثف أكثر من مرة في العام، والهدف من الزراعة الكثيفة. نعم، هي زراعة الأرض بشكل مكثف أكثر من مرة في العام بأكثر من محصول، الهدف منها يا شباب برافو عليك، بدون وجود فائض للتصدير. يعني جه في بالي دلوقتي سؤال بيقول لك ايه، خلوا بالكم من سؤال ممكن يقول لك اوجه الشبه او اوجه الخلاف. لو قال لي ما اوجه الشبه بين الزراعه الكثيفه والبسيطه، تبقى ايه الاجابه؟ الكثيفه والبسيطه، ايه وجه الشبه ما بينهم؟ ان الهدف من الاثنين ايه. برافو عليك، برافو، ما شاء الله ما شاء الله عليك، برافو عليك. الهدف منهم هو سد حاجز السكان دون وجود فائض للتصدير. يبقى نخلي برضو من بعض الاسئله ممكن تيجي لنا سؤال اوجه الشبه او اوجه الخلاف، ممكن يقول لك قارن ما بين اوجه الشبه واوجه الخلاف. في السؤال ده اوجه الشبه بين الزراعه البسيطه والكثيفه هو ان الاثنين الهدف منهم سد حاجه السكان دون وجود فائض للتصدير. نيجي للتعريف الثاني، ما المقصود بالتعدين؟ ها حد يفكرني كده؟ عمليه استخراج ايه؟
المعادن. منين؟ منين بقى بطلعهم منين؟ برافو ما شاء الله عليكم، من باطن الارض او بالقرب من السطح، ما شاء الله. نيجي للسؤال التالي اللي بعد كده، وهو بما تفسر. بيقول لي بما تفسر قلة استخدام الآلات في الزراعة الكثيفة؟ برافو عليكم، بسبب صغر مساحة الحقول. طب لو جالك سؤال كالآتي، ما النتائج المترتبة على استخدام الأساليب العلمية الحديثة والآلات الزراعية في الزراعة التجارية؟ برافو عليكم، ما شاء الله، قلة العاملين وقلة التكلفة. طب ممكن يشقلب لي السؤال يقول لي بما تفسر قلة العاملين وقلة التكلفة في الزراعة التجارية؟ برافو عليكم، بسبب استخدام الآلات الحديثة والأساليب العلمية الحديثة. نيجي للسؤال اللي بعد كده، تخلو قارة أوروبا من زراعة المطاط الطبيعي، تفتكروا ليه؟ ها؟ لا، المطاط مداري. انا ازعل كده، انا ازعل. ولا موسمي يا شباب، المطاط الطبيعي بيزرع في الايه، في المناخ الاستوائي. ايوه كده، نصحصح مع بعض. يبقى تخلو قارة اوروبا من زراعة المطاط الطبيعي، لان المطاط الطبيعي بيستخرج من عصارة شجرة ايه؟ برافو عليكم، يستخرج من عصارة شجرة استوائية. واوروبا، هل اوروبا بتقع في العروض الاستوائية؟ في العروض المعتدلة والمعتدلة الباردة. برافو، معتدلة دافئة أو باردة، يبقى مستحيل المطاط يتزرع في أوروبا. ممكن يجي لك السؤال مش على المطاط، ممكن يجي لك السؤال على قصب السكر. برضو إيه، لما نقول بما تفسر يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قارة أوروبا؟ ما شاء عليك وما شاء الله، بسبب عدم توفر الظروف المناخيه الملائمه لزراعته. بس اسكت، ما اسكتش، اكمل. لان قصب السكر محصول ايه؟ مداري. ايوه كده، بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه ومياه وفيره وتربه خصبه. خلاص، يبقى يبقى لو جالي السؤال عن قاره اوروبا ليه بتخلو من زراعه المطاط او ليه ما بتزرعش فيها قصب سكر، نفس الاجابه، عدم توفر الظروف الملائمه لزراعته. واقول كل واحد بيحتاج ايه، قصب السكر مداري يحتاج درجه حراره مرتفعه، المطاط بيستخرج من عصاره شجره استوائيه. نيجي بقى للسؤال الثالث، بما تفسر زياده استهلاك العالمي للحوم الحمراء بسبب ايه يا شباب؟ برافو عليك، ده سؤال سهل، بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. طيب بما تفسر تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في صناعة الألومنيوم؟ ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك، ده سؤال برضو سهل. يبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في صناعة الألومنيوم عشان توفر مقومات صناعته اللي انتوا قلتوها. طب ممكن السؤال يجي لي مشقلب شوية، يقول لي إيه بما تفسر الدول المنتجة للبوكسايت تصدر كل إنتاجها خام؟ في الحالة دي هقول إيه؟ يبقى أقول عدم توفر، وأقول بقى الثلاثة اللي أنتوا قلتوهم دول. طب لو جالك سؤال يقول لك إيه مثلا، ما رأيك الدول النامية تصدر كل إنتاجها خام، سواء بقى من البوكسايت من الحديد، للدول المتقدمة، ما رأيك؟ تجاوب إزاي؟ هتقول ما رأيك في إن الدول النامية بتصدر كل إنتاجها خام للدول المتقدمة؟ رأيكوا إيه؟ طيب بص بقى، تمام. طيب أولا خلوا بالكم يا أولاد إن في بعض الأسئلة لازم تكتب الأول كلمة وبعدين تجاوب. يعني في سؤال ما رأيك لازم تقول يعجبني أو لا يعجبني، أوافق أو أعترض. الكلمة دي سنة تالتة عليها نص الدرجة، يعني لازم تكتبها ولازم تقول لي ليه. تصدير الدول النامية لكل إنتاجها خام للدول المتقدمة لا يعجبني. ليه؟ لأن الدول دي بترجع تستورد من الدول النامية المواد الخام دي في شكل مواد مصنعة بتكلفة إيه؟ بتكلفة إيه؟ أعلى ولا أقل؟ ها شباب أنتوا هنا؟ ها الدول النامية دي بتصدر إنتاجها خام للدول المتقدمة وترجع تستوردها مواد مصنعة بتكلفة أعلى، يبقى ده بيأثر على اقتصاد الدول الإيه؟ النامية.
تمام. ننقل على السؤال الثالث اللي بيقول لي ما مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية. السؤال ده العبارة اللي هو جايبها لي دي لا إما صح لا إما ها خطأ، يبقى أنا إيه الكلمة اللي المفروض أكتبها الأول؟ خطأ أو صواب. العبارة صحيحة؟ لا. وافق أو لا وافق، ده ما رأيك. تاني، خطأ أو صواب. لازم يا جماعة تتعودوا نفسكم إن أنتوا تقروا رأس السؤال عشان تعرف هو عايز منك إيه بالظبط عشان ما تتلخبطش. لما يقول لي ما مدى صحة أو خطأ، يبقى الكلمة اللي هكتبها في الأول العبارة صحيحة أو العبارة إيه؟ خاطئة. ولازم أقول له ليه؟ ليه العبارة صح وليه العبارة خطأ؟ في بعض الطلبة كتبوا لي إيه؟ علامة صح وعلامة غلط. لا، هو مش عايز كده. مش بيقول لك اكتب علامة صح وخطأ، ده هو بيقول لك اكتب كلمة صح أو خطأ مع ذكر السبب. يلا كده نحلها مع بعض. ما مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية؟ الهدف من زراعة من الزراعة البسيطة تصدير منتجات زراعية للخارج. برافو عليكم يا شباب، ما شاء الله. خطأ، لأن إحنا لسه قايلين الزراعة البسيطة الهدف منها إيه؟ سد حاجة السكان المحليين دون وجود فائض للإيه؟ للتصدير. أدي واحدة. كتبت العبارة خطأ خدت نص الدرجة، كتبت السبب خدت النص التاني. نيجي بقى السؤال التاني، تتوطن زراعة قصب السكر في قارة أوروبا. العبارة خطأ. خطأ لملائمة أو أن قصب السكر محصول مداري لا يصلح للزراعة في أوروبا اللي بتقع في العروض المعتدلة والمعتدلة الدافئة أو الباردة. رقم ثلاثة، إقليم شمال شرق الولايات نعم لا مش سامعة. مش عارفة، اكتب لي، مش عارفة أنت بتقول إيه، بس أنا هقول لك العبارة الصح. تتوطن زراعة قصب السكر في قارة أوروبا، العبارة خاطئة بسبب عدم توفر ظروف المناخية الملائمة لزراعة في أوروبا. أو لأن لو تكتب الاثنين صح. الاثنين صح إزاي؟ إزاي يا بابا؟ ما تكتب كله، أنا بقى بالنسبة لي أنا عايزاك ترغي، اكتب كله. اكتب كل المعلومات، اكتب كله. ما تبخلش في الإجابة ولا أنت خايف القلم يخلص. ها؟ لا، اكتب كل حاجة، تمام؟ كل ما الاقي إجابات خطك حلو والإجابات منظمة ومكاتب كتير هيديك الدرجة كاملة بإذن الله. نيجي الرقم ثلاثة، إقليم شمال شرق الولايات المتحدة أكبر الأقاليم الصناعية في العالم القديم. ما شاء الله عليك، والعبارة خاطئة لأنه أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الحديث أو الجديد. السؤال بيقول ما مدى صحة أم خطأ يستخدم الغاز الطبيعي كبديل للبنزين في السيارات للمحافظة على البيئة؟ صواب. العبارة صحيحة، تمام، لأنه أقل مصادر الطاقة تلويثاً للإيه؟ للبيئة، ما شاء الله. رقم خمسة، تحتل الهند المركز الأول في إنتاج الألبان. ها؟ صح أم خطأ؟ صح، تمام. طب ليه بقى يا شباب؟ ليه؟ ايه؟ لان ليه الهند بتحتل المركز الاول في انتاج الالبان ومش بتحتل المركز الاول في انتاج اللحوم؟ برافو كده، وبالتالي زادت اعداد الابقار في الهند فبقت الهند الدوله الاولى في تربيه ايه؟ الابقار. يبقى تحتل الهند المركز الاول في انتاج الالبان، العباره صحيحه لانها الاولى في تربيه الابقار. نيجي لسؤال اختر، توجد مراكز صناعية حديثة في قارة أمريكا الشمالية في دولة المكسيك، ما شاء الله. من الدول العربية التي تنتج الكهرباء من الرياح؟ المغرب. طب الدولة الأولى مين؟ مصر. تحتل دولة إيه المركز الأول في إنتاج الحديد والفحم والأسماك؟ الصين. من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة؟ البن، ما شاء الله عليك. كده جغرافيا تمام. تعالوا بقى للتاريخ، سؤال جديد، تمام؟ بيقول لي ايه؟ في عهد من حكام مصر؟ هنا مش عايزك تقول له هو مين العمل ده، هو عايزك تقول له الحدث ده حصل في عهد مين من اللي كانوا بيحكموا مصر في التاريخ ده. تعالوا كده طب تعالوا نحل كده مع بعض. احل الاحزاب المصريه او حل الاحزاب المصريه في يناير 1953. لا غلط، مش جمال عبد الناصر في الوقت ده، مش جمال عبد الناصر اللي كان بيحكم، ولا محمد نجيب. ها؟ محمد نجيب حكم في يونيو او بعد 18 يونيو. اهدوا بس عليا.
محمد نجيب حكم بعد 18 يونيو 53. احمد مين الشاطر اللي قال؟ احمد فؤاد، ما شاء الله عليك. فاكرين فاكرين لما قلنا ان الملك فاروق تنازل عن حكم مصر لابنه احمد فؤاد؟ يبقى احمد فؤاد حكم من 1952 لحد يونيو 1953. يبقى حل الاحزاب حصل في عهد مين؟ احمد فؤاد الثاني. احمد فؤاد الثاني. ثاني حل الاحزاب المصريه كان في عهد مين؟ طب الغاء دستور 23 اللي كان في سبتمبر 52 برضو في عهد مين؟ احمد فؤاد الثاني. إعلان حرب أكتوبر 73 كان في عهد السادات أو محمد أنور السادات. هزيمة مصر في حرب فلسطين 48 الملك فاروق. شاطرين، أبص على التاريخ هعرف مين اللي كان بيحكم مصر. تأميم شركة قناة السويس سنة 56 جمال عبد الناصر، ما شاء الله عليكم. نيجي لمدى مصداقية. هنا بقى مش عايزني أقول له العبارة صح ولا غلط، عايزني أقول له العبارة إيه؟ ها، صادقة أم غير صادقة مع ذكر السبب. يبقى لازم أقرأ العنوان أو المطلوب مني بالظبط. ما مدى مصداقية العبارات الآتية؟ بريطانيا صانعة المشكلة الفلسطينية. العبارة صادقة. أقول يا شباب تمام. يبقى لازم أقول الأول كلمة. إيه الكلمة اللي هتتكتب يا شباب في الأول؟ ايوه برافو عليك. العباره صادقه لان بريطانيا اصدرت وعد بلفور، وبعد الانتداب بدات في تنفيذ وعد بلفور، سمحت لهجره اعداد كبيره من اليهود لفلسطين، وسمحت بانتقال الاراضي عن طريق الشراء من العرب الى اليهود. الجمله الثانيه، تدخلت الولايات المتحده اكثر من مره لمساعده اسرائيل ما عدا مره واحده. العباره دي صادقه ام غير صادقه؟ العبارة صادقة أم غير صادقة؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتتدخل لمساعدة إسرائيل؟ لكن في مرة وقفت ضدها. إمتى؟ في إيه؟ لا مش معاهدة روجرز، بالعكس ده هي روجرز تدخل بمبادرته علشان يوقف إطلاق النار، لأن المصريين كانوا مسويين اليهود. وعمالين يعبروا كل شويه قناه السويس ويدمروا مواقع ويرجعوا باسرى. فروجرز هنا في مبادره روجرز بالعكس اتدخل لمصلحه اسرائيل. لكن في مره الولايات المتحده الامريكيه رفضت استخدام القوه في حل المنازعات. كان في حرب ايه او في عدوان ايه؟ لا لا، في العدوان. فاكرين في العدوان الثلاثي كان موقف ايه الولايات المتحده الامريكيه؟ أو هي رفضت حل المنازعات باستخدام القوة، وده كان أحد أسباب فشل العدوان إيه؟ العدوان الثلاثي اللي كان سنة 1956. خلاص كده؟ يبقى خلوا بالكم يا أولاد من الأسئلة اللي أحيانا بيبقى فيها فكرة، أحيانا عايزة تبقى أنت ملم بالأحداث كلها عشان تقدر تجيب الإجابة الصح. في كل اللي درسناه كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل دائما لمساندة إسرائيل، سواء بوقف إطلاق النار أو إصدار قرارات من مجلس الأمن أو صدور مبادرات. لكن في مرة وحيدة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت رفضها استخدام القوة في حل المنازعات، وده كان في العدوان الثلاثي سنة 1956. نيجي لرقم 3، إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول كان من إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال الاقتصادي. ها، ومن إنجازات ال 23 يوليو الاقتصادية. الكلام ده صح ولا غلط؟ أو صادق أم غير صادق؟ غير صادق. ليه بقى؟ من المجال الاجتماعي. برافو عليك. يبقى ركز قوي كل انجاز تبع انهي مجال. ما نتائج عدوان 5 يونيو 67؟ ده سؤال مباشر. ها، استيلاء اسرائيل على قطاع غزه وسيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، استيلائها على القدس العربيه، استيلائها على هضبه الجولان السوريه والضفه الغربيه النهر الأردن. تمام كده. ما نتائج المعلومات العسكرية التي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل سنة 1973؟ إيه؟ فرسكور اسمها الدفرسوار، حدوث ثغرة الدفرسوار.
كمان مره اقول ورايا كده، حديث ثغره ايه؟ الدفرس وار. اوكي طيب نيجي بقى، ما نتائج معركه راس العش؟ خلوا بالكم ان دايما مدينه بور فؤاد بتيجي في اخطر، لما يقول لي فشلت القوات الاسرائيليه في احتلال مدينه نقط في معركه راس بور فؤاد، يبقى نتائج معركه راس العش هزيمه القوات الاسرائيليه او هزيمه القوات المصريه للقوات الاسرائيليه، تمام، التي حاولت الاستيلاء على مدينه بور فؤاد. نيجي بقى، تمام، نيجي بقى، من قام ايلات، تدمير المؤمنه ايلات ملوش اي علاقه براس العش، عشان انا عارفه ان انتوا دايما تكتبوا الاثنين. امتى تقول اثنين يا سنه ثالثه؟ لما يقول لك ما هي مظاهر مرحله الصمود والتصدي. لما يقول لك ما هي مظاهر مرحله الصمود والتصدي هتقول الاثنين، معركه راس العش وتدمير المدمره ايلات في اكتوبر 1967. اوكي؟ لكن لما يقول لك معركه راس العش بس، يبقى هتقول له هزيمه القوات الاسرائيليه من قبل القوات المصريه، والقوات الاسرائيليه دي التي حاولت الاستيلاء على مدينه بور فؤاد. نيجي بقى للسؤال التقليدي اللي بيقول من قام بالاعمال الاتيه؟ راس السؤال ده ممكن يجي لك بكذا شكل، يقول لك ايه؟ اكتب اسم الشخصيه التي قامت بالعمل الاتي. من انا؟ من هو؟ من قام بالاعمال الاتيه؟ يبقى هنا هكتب له ايه؟ اسم الشخص اللي قام بالعمل ده. يلا مع بعض. رئيس اركان حرب القوات المسلحه سنه 71. حلو، امال مين كان 73؟ ها؟ مين كان سنة 73؟ رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 73؟ ها؟ القمصي. القمصي، أيوة، محمد عبد الغني القمصي. يبقى خلوا بالكم عشان في ناس بتلخبط بين الاثنين. رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 71 الشاذلي، لكن سنة 73 القمصي. اتفقنا؟ أول من تولى منصب رئيس جمهورية مصر العربية؟ ده سهل، محمد نجيب. حصل على وسام نجمة سينا؟ أحمد إسماعيل. قائد سلاح الطيران في حرب أكتوبر؟ مبارك، شاطرين، برافو عليك. تعالوا بقى لسؤال رتب، وسؤال رتب هنا عشان أرتبه صح. مالها مدمرة إيلات؟ طب ما أنا لسه ما بدأتش رتب يا باشا، ممكن دقيقة واحدة بعد إذنك لما نيجي نحل سؤال رتب. طبعا انتوا محظوظين ان شاء الله يجي لكم رتب سهل، وتمام بيجي يرتب حسب ترتيب الدروس باذن الله يعني، فيجي سهل. لكن لو اللي بيحط الامتحان عايز يحط تركه عشان يفرق ما بين اللي فاهم واللي مش فاهم، هيجيب لك في نفس السنه حدثين. لما يجيب لي الحدثين، اتفضل. مين اللي عمل كده؟ صواريخ البحريه المصريه. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى، احنا قلنا لو جالي الحدث في نفس السنه يبقى انا هعتمد على الشهور في الترتيب. بيقول لي اغلاق خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه. لو انتوا لو معاكم ورقه وقلم كده اكتبوا ورايا، حصل في امتى بقى؟ مايو 1967. مايو 1967. طب اصدار قرار مجلس الامن رقم 242 في نوفمبر، شطورة، في نوفمبر برضو نفس السنة 1967. طب عقد صفقة الأسلحة الشرقية؟ ها؟ 1900، ده سؤال سهل، 1955. خلاص كده؟ إغراق المدمرة إيلات كان إمتى؟ ها؟ بس شهر إيه بقى يا شباب؟ أكتوبر، برافو عليكم. تعالوا مع بعض كده، أنهي قبل مين؟ شهر مايو ولا أكتوبر ونوفمبر الأول؟ ها؟ لا، شهر مايو الأول عشان ده شهر 5، وبعدين أكتوبر شهر 10، وبعدين نوفمبر شهر 11. تعالوا نرتب بقى، تفتكروا أول واحدة مين؟ عقد صفقة الأسلحة الشرقية، لأن ده كان سنة 1955. واللي بعدها؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، إغلاق خليج العقبة. اللي بعدها اللي هي رقم 3؟ تدمير المدمرة إيلات. يبقى رقم 4 أو آخر حاجة إيه؟ إصدار قرار مجلس الأمن.
ما تقعوش بقى في الغلط ده، لان في الكتاب صدور قرار مجلس الامن جاي في الكتاب في الاول وبعدين تدمير المدمره الات. يبقى انا عمري ما هعتمد يا اولاد على ترتيب الكتاب، لازم اكون عارف التواريخ. تعالوا بقى للسؤال اللي بحبه، بعض الاسئله عايزه تفكير كده وربط بين الدروس وبعضها. بيقول لي منظمتين دوليتين اصدرت قرارات كانت ضد مصلحه الشعب الفلسطيني. في اتحاد الامم، هيئه الامم تقصد؟ طب تعالوا نتناقش مع بعض كده. هو السؤال باول بيقول لي ايه دي من نوعيه، اقول لكم بس على شكل السؤال بعد اذنكم، بعد ممكن ده يجي لي في الجغرافيا وده ممكن يجي لي في التاريخ، انه يجيب لي عباره، يجيب لي عباره ويجيب لي عليها اسئله. ممكن العباره دي انت ما مرتش عليك قبل كده، لكن الاسئله اكيد خدتها. بيقول لي منظمتين دوليتين اصدرت قرارات كانت ضد مصلحه الشعب الفلسطيني. في ضوء العبارة أجب عما يأتي، ما اسم المنظمتين؟ نفكر كده مع بعض. في منظمات أصدرت قرارات ضد مصلحة الشعب الفلسطيني؟ معايا يا شباب؟ أيوه. طب ممكن تقولوا لي اسم واحدة منهم؟ طيب واحدة مين؟ الأمم المتحدة؟ الأول منظمة الأمم المتحدة؟ تمام. وتاني منظمة تفتكروا إيه؟ إيه المنظمة اللي كانت أصدرت أو فرضت على فلسطين حاجة كانت ضد الشعب ده؟ كانت ضد الشعب الفلسطيني. طيب أنا سهلها لكم، مين المنظمة اللي فرضت الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى؟ أيوه ما شاء الله، عصبة الأمم. يبقى أنا كده جبت المنظمتين، لأن المنظمة الأولانية عصبة الأمم، القرار اللي خدته فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، والكلام ده كان في مؤتمر اسمه مؤتمر إيه؟ ها؟ سان ريمو سنة كام؟ ها؟ سان ريمو كان سنة كام؟ 1920، 1920. يبقى أنا حليت أول منظمة. المنظمة الأولانية عصبة الأمم، القرار اللي خدته فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، والكلام ده كان سنة 1920. المنظمة الثانية تبقى مين بقى؟ ها؟ هيئة الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة. حد بقى يقول لي ده سؤال سهل، هيئة الأمم المتحدة إيه القرار اللي خدته كان ضد مصلحة القضية الفلسطينية؟ معقولة؟ ها؟ مفيش؟ ما احنا لسه قايلينها أمم المتحدة يا شباب. أنتوا معانا؟ طيب يبقى المنظمة الثانية الأمم المتحدة، إيه القرار اللي خدته ضد مصلحة الشعب الفلسطيني؟ الأمم المتحدة أصدرت قرار بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية، دولة يهودية مع تدويل القدس. تمام كده؟ والكلام ده كان سنة كام؟ 1942. كم؟ قلت 42؟ لا 47. هعيدها تاني عشان نتأكد. منظمة الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة أصدرت قرار سنة 1947 بتقسيم فلسطين لدولة عربية، دولة يهودية مع تدويل القدس. تمام كده؟ طيب لو جالك في الامتحان، مين المنظمة اللي فرضت الانتداب على فلسطين؟ ها؟ مين الأمم؟ ها؟ مين المنظمة اللي فرضت الانتداب على فلسطين؟ هي عصبة الأمم. طب المنظمة اللي قسمت فلسطين؟ هي الأمم المتحدة. اوعوا تلخبطوا بين الاثنين. كمان مرة، مين المنظمة اللي فرضت الانتداب؟ عصبة الأمم. مين المنظمة اللي قسمت فلسطين؟ الأمم المتحدة. أسأل سؤال كمان له علاقة بالموضوع ده. السؤال بيقول دلل على اختلف موقف كل من العرب واليهود وبريطانيا من قرار تقسيم فلسطين. دلل على اختلف موقف العرب واليهود وبريطانيا من قرار تقسيم فلسطين. العرب رفضوا. بالظبط كده.
طيب اليهود، اليهود لما قابلوا القرار، عصابات اليهودية عملت ايه؟ قامت بطرد الفلسطين من اراضيهم وارتكبت مذابح مثل مذبحة دير ياسين. طيب بريطانيا امتنعت عن التصويت وفي نفس الوقت اعلنت ايه؟ انسحابها من، لا مش انسحابها بقى، الغاء او انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. وقررت ان ده هيحصل امتى؟ 14 مايو 48. تمام كده؟ هجي للسؤال كالاتي: ما النتائج المترتبة على خروج آخر جندي بريطاني من فلسطين في 14 مايو 48؟ لا مش احتلال إسرائيلي فلسطين، لا، لأن أصلا اليهود دلوقتي موجودين في فلسطين بأعداد كبيرة وبيمتلكوا مساحات واسعة من الأراضي. أول ما خرج آخر جندي بريطاني اليهود عملوا إيه؟ أيوة دي اتمنى تكون جاوبت الاجابه الصح، هي اعلان دوله ايه؟ اسرائيل. برافو، اعلان دوله اسرائيل. طب مين الدولتين اللي اسرعوا بالاعتراف باسرائيل؟ الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. تمام كده؟ بكده يبقى خلصنا نعم يا حبيبتي. اسرائيل احتلت فلسطين؟ ما ينفعش اقول اسرائيل احتلت فلسطين، لان قامت دوله اسرائيل في فلسطين على الاراضي الفلسطينيه. فهمتي؟ ما ينفعش اقول احتلت، لكن ينفع اقول اسرائيل احتلت ايه؟ قطاع غزه، احتلت سيناء، الجولان وغيرها في حرب 67. تمام؟ طيب في حد عنده اي سؤال صعب قبله ممكن نتناقشه مع بعض؟ ايوه. مش عارفه اجاوب سؤال ما مدى مصداقيه العباره؟ طيب اعيدها تاني. طيب انا عارفه ان ساعات الاسئله المقاليه ممكن تخش ببعض شويه. بصي يا حبيبتي، لما يقول لي ما مدى مصداقيه العباره، كل اللي عايزك تقوله له هل العباره صادقه او غير صادقه بس، وتقولي له ليه. تمام؟ طيب لما يقول لي دلل على صحة العبارة الآتية، لما يقول لي دلل على صحة العبارة الآتية يبقى العبارة دي صح، وكل اللي أنا هقوله الدليل إنها صح. وممكن يجي، ممكن يجي يقول لي إيه؟ دلل على صحة أو خطأ العبارة الآتية. يبقى في الحالة دي هعمل إيه؟ أقول العبارة صحيحة وأقول له ليه، العبارة خاطئة وأقول له ليه. اتفقنا؟ وإن شاء الله بإذن الله أنا برضو هنزل لكم امتحان في بعض الأسئلة المتنوعة برضو فيها ما رأيك ماذا يحدث. تمام؟ بإذن الله هنزله لكم دلوقتي، وبرضو حاولوا تحلوا فيه كده لحد ما نتقابل يوم الثلاث إن شاء الله. تمام؟ بكرة في الجدول ما فيش دراسات، لكن يوم الثلاث إن شاء الله الحصة الأولى. تمام؟ هنتناقش مع بعض في الامتحان ده إن شاء الله يوم الثلاث، وجايبة لكم فيه أسئلة صعبة ما أشوف أنتوا هتعملوا فيها إيه. اتفقنا؟ ليه بلاش اسئله صعبه؟ مش انت عارف السهل تتعود على الصعب كمان. تمام؟ نتعود على ده وده عشان باذن الله كده بامر الله برضو اطمنكم الامتحان ان شاء الله يجي حلو وسهل، وان شاء الله تحلوه احسن من اي حد باذن الله. شكرا يا شباب. اتفضلي يا حبيبتي تحت امرك. لا يا حبيبتي، كل محافظة بتحط امتحان مختلف. تمام؟ وإن شاء الله امتحاننا يجي حلو بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم، استودعتكم الله.